صح. طيب في لاعب انت كنت بتكلمني عنه قبل ما ندخل على الهواء اسمه زياد الشيوي. زياد الشيوي احكي لي عن زياد الشيوي شويه. ده واحد من اهم المواهب الموجوده في جيل الشباب. مواليد 2004، بيلعب باك شمال، مركز عندنا نقص فيه. اللاعب ده يعني من اهم المواهب في الكره النمساويه. اهم شركه تسويق لعيبه في النمسا متعاقده معاه من عمر 15 سنه. مثل جميع منتخبات النمسا 15 16 وصولا لحد منتخب 19 سنه. ما عدا المنتخب الاول طبعا عشان المنتخب الاول ما وصلش المنتخب الاول. اصغر لاعب بيشارك في تاريخ الدوري النمساوي، عمره 17 سنه و5 شهور. الفريق الاول مع أستريا فيينا. فيينا من الفرق الكبيره فيه. طبعا فريق ليه تاريخ كبير. هو الفتره الاخيره بس سالزبورج هو اللي طلع خد منه الاضواء شويه. صحيح. لكن هو يعتبر اهم واعرق فريق في النمسا. والى الان ربنا يشفيه من الاصابه ان شاء الله ويرجع تاني. عنده اصابه يعني رباط صليبي. رباط صليبي. يعني زياد احتمال ان شاء الله الفتره الجايه نشوفه في المانيا بعد ما يرجع من اصابته ان شاء الله. طيب نسال زياد نفسه. نسال زياد معانا عبر سكايب الان. زياد شيوي لاعب مصري محترف في الدوري النمساوي. زياد مشرف ومنور. اوكي الو. زياد بداية بنتشرف جدا بيك في برنامج رقم 10 التلفزيون المصري، وحابين بداية طبعا نطمن على إصابتك وموعد عودتك للملاعب إن شاء الله. من المفترض أن يتم ذلك في الصيف المقبل. Ja, weil diese Verletzung muss halt gut heilen und daher müssen wir halt. للأسف كانت إصابة قوية وتستلزم المزيد من الوقت لاستكمال الفترة العلاجية. علي أن أنتظر فترة أطول وإعادة تأهيل نفسي بصفة بطيئة قليلا. الإصابة كانت بالغة وكانت قوية. طيب عايز اسالك بقى عنك، يعني نعرف الجماهير المصريه بدايتك كانت مع مين. زي ما انا عرفت دلوقتي ان انت لعبت ليه منتخبات النمسا ليه الناشئين. تفاصيل مشوارك الصغير لسه في كره القدم. اوكي anfänger ja durch mein bruder weil mein bruder ist älter als ich. بدأت في البداية عن طريق شقيقي الأكبر، هو الذي عرفني إلى عالم الرياضة. كنت معه دائما مع شقيقي الأكبر، وعن طريق شقيقي تعرفت على عالم كرة القدم. كان ذلك في سنة الخامسة، وهكذا بدأت في سنة الخامسة بصفة هواية مع الأصدقاء أخي الأكبر، ومرت الأمور هكذا. لعبت من الفرق ايه بقى في الفتره ديت لحد ما وصلت للمرحله العمريه ديت؟ لعبت المنتخبات اعمار سنيه ايه؟ يا شابل في ان بس كلانرن كلوب. لعبت في أندية صغيرة، أندية درجة ثانية، وهي أندية غير معروفة لأساليبها في وحاليا ألعب في هذا النادي أيضا. السنة الجاية عرفت أن أنت احتمال تروح للدوري الألماني، مظبوط؟ لا للأسف شديد هذه المعلومة غير صحيحة. أتمنى ذلك بالطبع، ولكن هذه حتى الآن لا هذه المعلومات ليست لها أساس صحيح ولا توجد مفاوضات أو شيء من هذا القبيل. أتمنى ذلك. أنا أركز حاليا في الفترة الحالية على حالتي الصحية وعلى التعافي من الإصابة التي تعرضت إليها. هل تم التواصل معك في أي لحظة من اللحظات للانضمام لأحدى منتخبات مصر الوطنية؟
Zurzeit ist das Thema halt sehr schwer, weil ich bin schon seit einem Jahr nur verletzt. للأسف شديد هذه أيضا هذه الأمور من الصعوبة ما كان أن نقرر أو أن نتكلم فيها حاليا لأنني تقريبا منذ سنة أعاني من هذه الإصابة وبالتالي ما يهمني في الفترة الحالية هو تقديم أداء جيد وتنمية مهاراتي في مجال كرة القدم وليس التواصل مع أندية أو دول أخرى بغرض اللعب. طيب في المستقبل هتكون حابب لو جات لك دعوة من المنتخب المصري لو جات لك دعوة في للمنتخب المصري انك تكون موجود مع منتخب مصر للشباب؟ للأسف لا أستطيع أن أقيم أو أعطي معلومة دقيقة. حين لو وصلني مثل هذه العروض علي في البداية أن أفكر قليلا وأن أتمهل وأن أدرس الموضوع هنا. هي موضوع كبير وموضوع لا أستطيع أن أتخذ فيه قرار في الوقت الحالي، ولكن حينما أتلقى دعوة من أحد الأندية المصرية يمكنني دراسة الأمر وفحصه ونرى لاحقا ماذا يمكنني فعله. هل زرت مصر من قبل ولا لم تزر مصر من قبل؟ أنني أنا وأسرتي سافرت إلى مصر مرات عديدة بالطبع مع أسرتي، ويعني أعجبني الجو كثيرا وأنا يعني من المهتمين بزيارة مصر كلما سنحت الفرصة. لأنها الثقافة والحضارة التي أنتمي إليها بصفة العائلية. هل تتابع نادي هل تتابع الدوري المصري؟ لك نادي مفضل في الدوري المصري؟ للأسف الشديد كنت أتمنى ذلك لكني غير متابع للدوري المصري برغم رغبتي الشديدة في فعل ذلك، ولكن نظرا لانشغالاتي هنا فإني للأسف لا أتابع أي من الأندية المصرية، ولكن أعرف كثيرا طبعا عن النادي الأهلي وأنه نادي القمة في مصر. زياد الشيوي لاعب مصري محترف في النمسا، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله عبر سكايب، ونتمنى طبعا بالتاكيد نشوفك في المستقبل مع منتخب مصر. بشكرك شكرا جزيلا.